الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. من العظات الجميلة جدا عزة القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين تتقال في الآن خميس العهد. يقول لنا إيه قديس العظيم الأنبا شنودة؟ يقول: فلنستحي الآن يا إخوتي من الذي تألم عنا، ولنخف من الذي اشتد بمنديل وصب الماء في المغسل وغسل أرجل تلاميذه بيديه الطاهرتين، ولنصنع ثمار تستحق هذا الاتضاع العظيم الذي صار فيه من أجلنا، لكي نتوب سريعا عن خطايانا التي ارتكبناها. لأننا إن لم نتوب فسيقال عنا في السماوات أننا محبوب، أننا محبون للخطايا، فماذا يكون رجاؤنا بعد إذا طردنا من السماء وطرحنا إلى الحكم ورفضنا لأجل خطايانا وندان دينونة مضاعفة؟ لا لأننا أخطأنا بغير معرفة فقط، بل لأن ما عملناه بمعرفة كان أرضى مما عملناه بغير معرفة، ولا لكوننا أخطأنا فقط بل لكوننا لم نتوب. لماذا؟ لم تعرف الخراف صوت الراعي الحقيقي المحيي وتلتجئ إليه، ذلك الذي اشتراها بدمه وأعالها وسلم ذاته فداء عنا، الذي أعطانا جسده لنأكله ودمه لنشربه، يسوع المسيح ربنا ومخلصنا، يسوع الإله ابن الإله العلي الكائن في الأعالي إلى الأبد. عظة جميلة جدا جدا وعميقة أحبائي، وبدايتها فلنستحي. الحقيقة مشهد السيد المسيح وهو على الأرض بيغسل أرجل تلاميذه مشهد يكسر كل كبرياء في أي إنسان، يكسر أي تعظم. ذلك ليه أحبائي؟ لأن اللي قاعد على الأرض ده مين؟ مين اللي قاعد على الأرض بيغسل الأرجل ده؟ ده ملك الملوك ورب الأرباب، ده اللي يقول السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي. تخيلوا بقى أحبائي، هذا كلي المجد ينزل ويتضع ويغسل أرجل تلاميذه، وقاعد يغسل رجلك ويغسل رجلي ويغسل كل رجل كل واحد من ولاده. حقيقة أحبائي، الإنسان لما يحط قدام عينه هذا المشهد مش ممكن يتكبر أبدا، مش ممكن يتكبر أبدا، مش ممكن يقول أنا كلمتي لازم هي اللي تمشي، مش لازم يقول، مش هيقول أبدا أنا عظيم، أنا ما حصلتش، أنا أبدا أبدا. أنت تيجي إيه في ملك الملوك ورب الأرباب الذي اشتد بمنديل وصب الماء في مغسل وغسل أرجل تلاميذه بيديه الطاهرتين؟ بعدين يقول عبارة جميلة قوي: لنصنع ثمارا تستحق هذا الاتضاع العظيم. عايز ثمار في حياتك، عايز تظهر ثمار الروح القدس في حياتك، يجب أن تتضع، يجب أن تتعلم من هذا كلي المجد الذي اتضع قدام تلاميذه وغسل أرجلهم. بعدين يقول عبارة جميلة برضو في آخر العظه، يقول: لماذا لم تعرف الخراف صوت الراعي الحقيقي المحيي وتلتجئ إليه؟ ساعات ما بنبقاش قادرين نسمع صوت ربنا. ليه أحبائي؟ لأن صوت ذاتنا كبير في حياتنا، صوت ذاتنا وصوت الكبرياء في حياتنا مغطي مغلوش على صوت ربنا في حياتنا. عايز تسمع صوت ربنا يجب أن تتعلم من اتضاعه، عايز تسمعه بجد في حياتك ويرشدك إلى كل ما هو حق، يجب أنك تتضع وتتعلم من هذا الدرس العظيم في الاتضاع. يقول عبارة جميلة قوي قوي في آخر العظام، يقول إيه؟ يقول لك: ذلك الذي أسلم ذاته فداء عنا، أعطانا جسده لنأكله ودمه لنشربه. طب جسد مين ودم مين اللي بنشربه ده؟ يقول لك: يسوع المسيح ربنا، يسوع الإله
ابن العلي، ابن الإله العلي، الكائن في الأعالي إلى الأبد. ويجب أن يكون هذا إيماننا أحبائي. فلنختم عظة أبينا القديس أنبا شنودة رئيس المتوحدين الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين.